لو الحكاية فيها إن فيديو البنك دائما هنا في مصر هو شريك الأعمال والداعم للعميل لتوسيع حجم نشاطه وأعماله من تقوية مركزه التنافسي. فكلما تفاعل العميل مع البنك، والنهاردة احنا بندش أحد أدوات التفاعل، كلما تفهم البنك لطلباته ورغباته وسعى إلى إيجادها وتنميتها. وهذا التطبيق الذي نعلن عنه اليوم هو أحد آليات هذا التفاعل المرضي بما يعود بالنفع والمميزات على كافة الشركاء المتعاملة. ومن هنا فأنا أشكر كل عملاء بنك عودة في مصر، كونهم عملاء دائما بنفخر بهم ونقدم لهم الخدمة الجديدة المتطورة والتي نسعى أن تلبي متطلباتهم. وهي أيضا دعوة لغير عملاء بنك عودة للانضمام إلى مصرفنا والتمتع بالخدمات المختلفة والتي نعدهم بأنها لن تتوقف عند حد معين، وستكون دائما متطورة وفعالة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث أن شعارنا المستمر دائما هو أننا نشرف خدمة العملاء. أنتهز هذه الفرصة لأعلن لحضراتكم أننا لن نتوقف عن خدمة العملاء ولن نتوقف على مخاطبة كل الشرائح، ومن هنا دائما وأبدا نشتغل على ما هو جديد، وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك تطورات وأنشطة ومنتجات جديدة لا تخص فقط منتجات التجزئة التي نستطيع أن نقول نحن المتفردين أو متميزين فيها إلى حد ما، ولكننا بندرس كل احتياجات المجتمع، وبإذن الله سيكون هناك تركيز كبير الفترة القادمة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق التعريف الذي أخرجه البنك المركزي، وسيكون هناك منتجات كثيرة تخاطب كل الشرائح التي تم تحديدها، وسيكون هو نموذج قائم على إدارة العلاقة وليس على التمويل فقط، حيث أن إدارة العلاقة بتخلق التفاعل الإيجابي بين العملاء وبين البنك، ويستطيع البنك أن يحدد العلاقة مع العميل ويحدد احتياجاته.